السلام عليكم، أنا إسراء حمام. النهاردة هنعمل مع بعض ميني دونس صغيرة كده ولطيفة على قد الولاد، ياكلوها كده وما يسيبوش منها حاجة. وبعجينة بقى هشة وطرية جدا وخفيفة ومش شاربة ولا نقطة زيت ولا كأنه أصلا يتعمل في الزيت. وتعملي بقى الأشكال اللي انتي عايزاها، نجوم، قلوب، دواير، تعملي ورد، تعملي الزينة بقى اللي انتي حباها. خلي الأطفال بقى تعمل معاك. يلا مع بعض نشوف المقادير. عندي 700 جرام دقيق، يعني 5 كوبايات. عندي 300 ملي لبن ومية جرام زبدة ونص كوباية لبن بودر، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة خميرة جافة اللي هي النشطة، معلقة كبيرة بيكنج بودر، واتنين بيضة، وفانيليا، ورشة ملح. انا هكتب برضو المقادير بالكوبايات والجرامات، هتلاقوها كلها موجودة في صندوق الوصفة. يلا بقى نشوف هنبتدي ازاي. هاخد اللبن احط عليه السكر والزبدة واحطهم شوية في الميكرويف لحد ما الزبدة تدوب تبقى سايحة تماما، او ممكن لو مفيش مايكرويف اسيح الزبدة لوحدها وبعدين احطها على خليط اللبن والسكر. على ما الزبدة تسيح في المايكرويف هحط بقى المكونات الجافة على بعضها، اللبن البودر والبيكنج بودر وذرة الملح، ويقلبهم شوية كده مع بعض. تمام، هتكون بقى الزبدة ساحت وبقى دافية، يعني انا مش عايزة الخليط ده سخن خالص، لازم يبقى دافي قبل ما احط الخميرة، عشان الخميرة لازم تبقى درجة حرارة معقولة، ما تبقاش في درجة حرارة سخنة، لو بقت سخنة الخميرة كده هتموت. فانا دلوقتي اللبن معايا جاهز والزبدة بقى دافية، احط بقى معلقة الخميرة واقلبها واسيبها شوية على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل وتعمل رغوة على الوش. تمام، ادي كده معايا الخميرة تفاعلت خالص. دلوقتي هحط البيض وهحط بقى الفانيليا واضيف اللبن، خليط اللبن مع الخميرة والزبدة اضيفه بالتدريج، ما احطوش كل مرة واحدة، لا انا هضيفه واحدة واحدة وبتابع معايا العجينة. هو انا بالظبط الكمية دي اخدت 300 ملي لبن كاملين، يعني انا ما احتاجتش ازود دقيق او اقلل في اللبن، بس انا مهما كان لازم اضيف الخليط واحدة واحدة، ولازم يتعجن مدة طويلة ما تقلش عن 10 دقائق لحد ما يتكون معايا عجينة لما لمت في بعضها. بس اهم حاجة تكون ملزقة شوية، يعني تلزق في ايدك، لو مسكتيها كده تلزق شوية، التلزيقة دي بقى اللي هتخلي العجينة تطلع هشة كده وطرية وجميلة. يعني انا مش عايزة العجينة لما وماسكة في نفسها، لا انا عايزاها زي كده فيها تلزيقة في الايد. وبعدين هحطها اغطيها واسيبها تتخمر لمدة ساعة او لحد ما حجمها يتضاعف تماما حسب الجو، يعني جو ساقع او جو حر، لحد ما توصل بالحجم ده. هلم العجينة وارش دقيق على الشيت كمية كويسة عشان ما تلزقش، وارش عليها دقيق وافردها بحيث ان هي كلها تبقى بسمك واحد، مفيش حتة عالية وحتة واطية، بسمك تقريبا 1 سنتي. واجيب قطعة زي دي، او لو عندك كوباية غطاء اي حاجة المتوفر عندك، واقطع بيها الحجم ده، الحجم الصغير، الحجم اللي هو هنعمل بيه اللي هو الميني دونات. وهجيب عشان اخرمها من النص وناخد شكل الدونس، هجيب تب او اللي هو القمع بتاع التزيين واقطعها من النص. وده عندي قطعة الدونس بقى اللي هي فيها الجزء اللي في النص، وقطع بيها. ولو عندي اي اشكال زي ما انت عايزة
أشكال بقى، قلب، نجمة، ورد، أي أشكال. يعني دي حاجة في إيدك أنتي، تختاري اللي أنتي عايزاه. تمام، أنا بكون جهزت ورق زبدة قطعته مربعات على قد حجم الدونة، عشان خاطر أنا مش عايزة ألمسها خالص، يعني لما أخليها تخمر ما ألمسهاش بإيدي عشان ما طلعش منها الهواء، فبخليها بالشكل ده وأسيبها تتخمر لحد ما تضاعف حجمها، يعني لها تخمير تاني تقريبا هتقعد نص ساعة كمان لحد ما حجمها يزيد. ودي أشكال تانية بقى زي ما انتي عايزة براحتك، يعني شكل وردة، شكل نجمة، أي حاجة، يعني ده في إيدك انتي. واسيبهم برضو كلهم يتخمروا، ونكون جهزنا الزيت يسخن على درجة حرارة متوسطة. انا هنا عندي الزيت سخن، هبدا احط الدونه زي ما انتم شايفين. انا بحطه بشيلاه من ورقه الزبده نفسها، انا مش بلمسه خالص، عشان كده احنا حطيناه على ورقه زبده عشان ما المسوش بايدي وشكله يتغير او يخرج منه الهواء، وما تقلقوش ورقه الزبده هتتشال بسهوله خالص، يعني هي هتطلع دلوقتي بكل سهوله، ولا هتلمس الدونت ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده اتشالت بكل سهولة، والدونت شكله فظيع جدا، حجمه بقى كبير يعني ما شاء الله تضاعف حجمه. انا هخلي الدونت ياخد لون دهبي من تحت وبعدين اقلبه. زي ما انتوا شايفين اللون ده هو ده اللون المظبوط، يبقى لون ذهبي حلو. شايفين الخط اللي اتكون في النص، الخط الابيض ده كده هو تخميره مظبوط والسوا بتاعه مظبوط، وما شاء الله جميل جدا. نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا في التحمير ونسيبهم يبردوا تماما قبل ما نبدأ في اي تزيين. ده هنسيبهم بقى شوية يبردوا، كمل بقية الأشكال اللي عندنا. دي الأشكال بقى اللي احنا عملناها. وده شكله بعد ما برد، لونه ذهبي وجميل يعني، والله ما شاء الله لازم تجربوه، هتعجبكم جدا. وعجينة طرية مش عايزه اقول لكم، ما فيهاش زيت، يعني هو مش شارب زيت خالص. ان شاء الله تعجبكم، تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. نيجي بقى للتزيين. انا جبت شوكولاتة بني على معلقة زيت وسيحتهم في الميكرويف، او ممكن تسيحيهم على حمام مية دافية، وبرده الشوكولاتة البيضة على معلقة زيت وسيحتها في الميكرويف، وفي زبدة لوتس وباتر سكوتش برده سيحتها. كل ده تقدري تحطيه على الدونتس. وللتوبينج بقى براحتك، انا عندي سبرينكلز الوان وسبرينكلز شوكولاتة، وفي الدوناتس اللي هي المقفولة تحشيها نوتيلا، تحشيها مربى، تحشيها كاستر، زي ما انت عايزة. وممكن تحطيها في السكر كده، سكر بقرفة، او ممكن تحطيها في سكر باودر، يعني انت تعيشي حياتك في التوبينج. جبت برضو قطع شوكولاتة كيت كات وقطعتها، وام ان ام حطيتها، الولاد هيحبوا الحاجات دي جدا، ممكن تخليهم اصلا هم اللي يعملوا التزيين ده، وان شاء الله هيعجبهم جدا. يعني شايفين شكل الميني دوناتس، شكلها صغير وجميلة قوي، وهتعجبكم ان شاء الله.
لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم.